اهلا بيكم. في نفق لما البعض يقوم بحفره وتقرا قصته وتفاصيله تسقف وتقول اللي عملوا النفق دول ابطال. اخر نموذج الست اسرى المساجين في السجون الاحتلال الاسرائيلي، واللي نجحوا بمعلقه بشوكه ما تعرفش ازاي انهم يحفروا نفق اسفل ارض السجن الاسرائيلي. طبعا للاسف بعد كده يعني تم القبض عليهم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي، بس كان الكل يتعجب عن هذا النفق. والنفق ده فكره، حلم قعدوا المساجين يفكروا فيه ايام وشهور وربما سنوات. لكن تعال في بلدنا تقرا عن نفق عمله احد المواطنين، فلما تقرا تقول مش حلو. مواطن مصري عنده مصنع تلج في كفر الشيخ. المصنع موجود اهو، تخيل ادي المصنع. في تيار كهربائي اللي هو مصدر ام بتاع بقى وزاره الكهرباء موجود هنا مثلا. المصنع ده جواه عداد كهرباء ومحول. صاحب المصنع عامل ايه؟ عامل توصيلات من الوصله الام بدون ما تمر على العداد، يعني بيسرق تيار كهربائي. بس هو بيسرق التيار الكهربائي ده مصنع كبير، مصنع تلج كبير، وهقول لك كبير ليه في بقيه القصه. صاحب المصنع وهو قاعد كده ممكن يكون بيشيش فضرب حجرين شيشه، فقال الله لو انا باخد من التيار الرئيسي ده ما ممكن تيجي مباحث الكهرباء ولا اي حد يفتش. فراح تفتق ذهنه عن عمل نفق. عمل نفق طوله 20 متر اسفل ارض المصنع. النفق ده يوصله بالعين الام المغذيه اللي جايه من الحكومه. وفي المحول الكهربائي بتاع المصنع. اول ما تيجي ضبطيه او تفتيش على المصنع يبعت هو او احد من مساعديه ينزلوا النفق طوله 20 متر. 20 متر ده مسافه طويله قوي تحت الارض، مش عارف جاب له تهويه منين والكلام ده، والنفق مصفحه ومجهزه يعني. طوله 20 متر، يروح رايح مشغل المحول فيبان ان العداد عنده عمال يلف، يبقى كده ما بيسرقش كهرباء. لكن لو الكهرباء المصنع شغال والعداد ما بيلفش يبقى هيقفشوه ويقولوا له انت سارق تيار كهربائي منين. غالبا حد متضايق من صاحب المصنع بلغ عنه. صاحب المصنع اتقفش. والشرطه بمجهوداتها نجحت انها توصل للنفق بتفاصيله بالعشرين متر. انت متخيل واحد عمال يحفر نفق تحت الارض 20 متر. المهم بعد الضبطية وخلاف والكلام ده جاءت شركة الكهرباء أو وزارة الكهرباء تحسب حساب الخسارة اللي خسرتها. طلع عليه كام؟ سرق تيار كهربائي بكام؟ ب 14 مليون جنيه. هنا شر البلية ما يضحك. عندي هنا تفسيرين. التفسير الأول أن هذا لص ولا يوجد اي تبرير للسرقه، ما ينفعش ابرر. ولازم يتحاسب ويدفع حق الدوله، وده مال عام، كل ده انا مقتنع بيه وما اقدرش ايده، ما اقدرش يعني اقول اي اجراء يتخذ ضد صاحب المصنع انا اعترض عليه. لكن وما ادراك ما لكن، انا عايز اسال صاحب المصنع، هل تسعيره الكهرباء كانت غاليه عليه؟ مقارنة بحجم إنتاجه مثلا. لو كانت تسعير الكهرباء مرتفعة طيب هل ده يفتح باب إن احنا نناقش أسعار الكهرباء اللي بتروح للمصانع؟ أنا مش متخصص، بس إيه اللي يخليه يروح يسرق؟ وارد نفسه أمارة بالسوق، هو حرامي وعايز يزود أرباحه يعني، حتى أيا كان مصدرها حتى لو كانت من حرام. بس أنا بدعو السادة المسؤولين في وزارة الكهرباء يبقى عندهم دراسة ما يشوفوا فيها مدى
التسعير او مدى عدالة تسعير الكهرباء لاصحاب المصانع. هل في غيره تضرر اصحاب مصانع وراحوا لوزارة الكهرباء اشتكوا؟ ما هو ده برضو لازم نفتح الباب، يحق لاي واحد يشتكي، يعني مفيش اي مشكلة في ده. هل في مستثمرين مضارين؟ ما في مستثمر محترم يقول لك لا انا اقفله بس ما اسرقش، ولا حد ياخدني في فوكس ويفضحني، لا لا ان شاء الله العمال يمشوا، انا مالي، انا معايا القرشينات بتوعي. فانا قصدي خلينا ناخد الموضوع من اكتر من زاوية، يعني زاوية طبعا ان دي سرقة وينبغي ان يحاسب عليها ويدفع حق الدولة، بس ده لا يمنع مرة اخرى ان تبحث وزارة الكهرباء هل جت لها طلبات من مستثمرين تطالب إعادة النظر في التسعير؟ الله أعلم. لكن وانت بتقرأ الخبر ده وانا بشرب معاك شوية شاي كشري من غير سكر، في موضوع مهم الرئيس السيسي عمله هذا الأسبوع، وهي من الأخبار اللي ممكن غالبية المواطنين يعدوا عليها، يعني خبر عادي وممكن ما يكونش استغرق كتير في نشرات الاخبار، بس انا شايفه واعوذ بالله من كلمه انا، لان انا كده هبدو ان انا ابو العريف يعني اللي جاي بالتايه، شايف ان ده خبر عظيم، خبر مهم، وبحيي فيه الرئيس السيسي على الهوا. طب اخير شوقتنا، عبد الفتاح السيسي عمل ايه؟ احنا عندنا علشان تيجي تزرع حضرتك لو حضرتك مش فلاح، ففي حاجه اسمها التقاوي، البذور يعني اللي انت بتاخد الثمره وتنشفها وتطلع منها التقاوي، وبطريقه ما يعني بسيطه فلاحين مصر على مدار 7000 سنه عملوها. ما عندناش مشكله في تقاوي الفواكه، ما عندناش مشكله في تقاوي الفول مثلا، بس تقريبا كل الخضروات ما عندناش تقاوي منها، فبنروح نستوردها من الخارج. لما بتيجي تستورد التقاوي من الخارج في مشكلتين، الاولى ان ارادتك في ملء بطون المصريين مش بايدك، ما ممكن اي دولة تقفل عليك، بيحصل بيحصل، اديك شايف الدول عمالة تقطع بعض ازاي. الحاجة التانية غير انها بالدولار وعملة صعبة والكلام ده، انت تستورد قرابة 98% من احتياجاتك من التقاوي حسب ما اذكر الرقم، يعني في تقاوي الخضار، انا بتكلم على الخضار. لما تيجي تستوردها من دولة من الصين، ركز معايا في المعلومة دي، الصين ما بتديكش تقاوي تقعد تزرع وبعدين تطلع من الزرعة تقاوي، لا بتدي لك تقاوي تصلح لزرعة واحدة بس. يا ولاد الذين، ده ايه الصياع دي؟ يعني انت عايز الصين تخسر الفلوس؟ لا، ده انت منجب ذهب بالنسبه لها. طيب هو ايه المشكله؟ ما احنا كان عندنا تقاوي زمان. المشكله ان المنظمات الدوليه المختصه بعمليات الزراعه بتفترض وحطت قانون منذ عده سنوات انك لا تستخدم الا التقاوي الخاصه بيك وانت صاحب الملكيه الفكريه ليها، تخيل. فانت بتضطر تستورد. طب احنا عندنا هنا مراكز بحثيه، ما احنا ممكن ننتج تقاوي ونهجنها نخلطها ونقول دي تقاوي مصريه ونسجلها باسمنا. الرئيس السيسي التقى بالمحاسب السيد القصير وزير الزراعه، و عنده ملف الرئيس السيسي منذ سنتين من 2019 انشاء مشروع قومي لانتاج التقاوي بتاعه الخضار في مصر. والرئيس السيسي طالب في خلال 3 سنين من سنه 2019 ل 2022 عاوز يغطي انتاج المركز ده او مصنع التقاوي ده، يغطي 60% من احتياجات السوق المصري. تعالوا اروح للدكتور وهبة الجزار المشرف العام على البرنامج الوطني لانتاج التقاوي. مساء الخير دكتور وهبة. مساء الخير يا استاذ محمد عليك وعلى الساده المشاهدين، وكل عام وحضرتك بخير يا فندم. انا ارى ان هذا مشروعا قوميا بامتياز،
حاجه عظيمه ان انا بدل ما استورد التقاوي ابدا اصنعها في بلادي. يعني كلمني عن هذا المشروع، عن تكلفته. امتى هبدا اغطي 60% من احتياجات السوق المصري من تقوي الخضار؟ الحقيقه طبعا انا في البدايه بحب اوجه الشكر لحضرتك ولكل الاعلام المصري الايجابي اللي عمل فوكس كبير فعلا لهذا البرنامج، واتمنى فعلا الاستمرار في هذا الموضوع، لان طبعا ده موضوع زي ما حضرتك اثرت موضوع مهم جدا ان احنا ننتج تقاوي خضار في مصر، ودي الاول مره في تاريخ مصر ان احنا فعلا يكون عندنا برنامج وطني لانتاج تقاوي الخضار. صحيح. نقول الكلام ده طبعا حضرتك زي ما تعلم وحضرتك ذكرت في المقدمه الجميله اللي انت حضرتك عرضتها ان احنا بنستورد 98%، 98% دول من كميه بنزرع حوالي 2 مليون فدان. ده بتكلف مصر شريحه استيراد سنويا حد ادنى 2 مليار جنيه سنويا. 2 مليار جنيه؟ سنويا. خدت بال حضرتك؟ فطبعا في رقم كبير جدا، ده هذا هو الرقم المعلن نقدر نتحصل عليه يعني رسميا، ولكن في الحقيقه ممكن يزيد عن ذلك. فلذلك الفجوه كبيره جدا، وطبعا القياده السياسيه لما رات هذا الموضوع تم تدشين هذا البرنامج في 2019 زي ما حضرتك قلت لتغطيه النسبه اللي حضرتك ذكرتها. وطبعا البرنامج له اهداف عديده جدا، من احد اهدافه النقطه اللي حضرتك ذكرتها ان هو فعلا من لم يملك قوت يومه فلا يملك قرار. صحيح. لما انت قلت فعلا بطون المصريين ما تنفعش تكون بايد حد ثاني. النهارده لو حصلت ازمه زي كورونا او اي ازمات من اللي انت عرضها عليه، النهارده لابد يكون لدينا القدره ان احنا ننتج تقوينا وننتج الامن الغذائي بتاعنا في مصر. وبالتالي طبعا المشروع ده او البرنامج برنامج كبير جدا بيستهدفنا حوالي من 10 محاصيل اللي هم بيكلفوا معظم شريحه الاستيراد. نعم. مثلا المحاصيل دي في الطماطم والفلفل والبرنجان والكوسه والبطيخ والكنتالوب والبطيخ والحاجات دي. هنغطي اكتفاء ذاتي كم في الميه خلال كم سنه؟ طبعا حضرتك اول ما حطينا البرنامج بالفعل احنا عملنا دشيناه فعلا ان احنا نبدا في سنه 22 نغطي 25%. لما اتعرض على معالي الرئيس رفض الموضوع، قال لي انا ما قلش عن 50-60% زي ما حضرتك ذكرت، ولابد باي شكل يكون نقف بسرعه على هذه النقطه طبعا. وبالتالي بدانا ان احنا نجتهد في هذا الامر، وبدانا نزرع طبعا زي حضرتك انت ذكرت كلمه الهجين ونزرع مره واحده، والكلام ده كلام علم مسبوق جدا ان احنا نحصل على قوه الهجين اللي هو الاف 1 ده بنزرع مره واحده. صحيح. وبالتالي ده اللي بتمتلكه الشركات العالميه، لان المنافس ليا النهارده يا استاذ محمد هي الشركات العالميه. الشركات العالميه النهارده تكتلت في صوره ثلاث اربع هيئات، دول بيتحكموا في سوق العالم في الخضار كله. فبالتالي انا النهارده في مصر بنافس الشركات العالميه بجودتها. طبعا انت عارف ان الشركات راس مالها يعدي ميزانيه الدول، لديها من البيوتكنولوجي والتكنولوجيا الحديثه يعني حاجات كبيره جدا طبعا سبقت وانطلقت. فطبعا احنا الوقت بننافس هذه الشركات وبنحاول ننتج هذه الهجن بنفس المستوى بتاعها طبعا. وفعلا بعلم من برنامج حضرتك ان احنا بعد سنه واحده اهو دخلنا في السنه الثانيه تم تسجيل 25 صنف وهجين لدى البرنامج الوطني انتاج تقاوي الخضر في وزاره الزراعه في مصر. هذه الهجن وهذه الاصناف محليه بنسبه 100%. ان شاء الله احنا وعدنا معالي الرئيس ان احنا ننتج في سنه 22-23 السوق. احنا النهارده في هذا العام وفي هذا الموسم نازلين السوق المصري بهجن للبطيخ، هجينين بطيخ، وعندنا خمس هجن في الطماطم، وعندنا في الخيار هجين خيار كويس جدا للصوب، وعندنا حاجات نازلين بها فعلا في السوق حاليا. وده طبعا يا استاذ محمد بعد ما تم تقييمها بجوار الهجن المستورده من الخارج في امام المشاهدين المزارعين والشركات المصريه، وتم انتخابها من خلال كل الناس المشاهدين، والحمد لله وفضل الله تفوقت على الهجن الاجنبيه ونازلين. الحمد لله. وانا بشكرك الدكتور وهبه الجزار المشرف على البرنامج الوطني لانتاج التقاوي. نرجع تاني، ده خبر في الزحمه بتاعه الاسبوع اللي فات بماتش الاهلي والطلائع والكلام. الرئيس السيسي جاب وزير الزراعه اجتمع معاه بيتكلموا على التقاوي. طب ايه التقاوي دي؟ ما انا وانت بنعدي على السوبر ماركت والهايبر وسوق العبور ولا فارق معانا حاجه. لا، لازم تعرف 98% من الاكل بتاعك انت من الخضار بتستورد التقاوي بتاعته من بره، وفي تكتلات دوليه. وانت مفكر التكتلات الدوليه لما تخسر سوق زي مصر؟ لا، مشكله هتسيبك.
ده بيقطعوا برضه بيقطعوا بعض على غواصات وفردين الملايه لبعض، فرشين الملايه لبعض، هيسيبوك. هم عارفين ان انت بعد ما هتحقق الاكتفاء الذاتي هتعمل ايه؟ هتبقى مصدر. اقرب الدول ليك ايه؟ افريقيا. تقدر تصدر، تقاول للخارج، وتبقى احد القوى الاقليميه لتصدير التقاوي. التقاوي دي حضرتك احنا كنا سايبينها بقالنا سنين. فانا امام رئيس دوله، امام حكومه مهتمه ان يبقى عندنا مشروع قومي ومركز لانتاج التقاوي. 98% من خضرنا التقاوي بنستوردها من بره. يعني لو الصين قفلت المحبس عليك خلاص. وبعدين انا بدي لك معلومه تبقى عارفها، التقاوي اللي بتجي لك بذر التقاوي دي بتزرعها مره واحده. طب ممكن اطلع منها الزرع تقاوي وازرع الموسم اللي بعده كان غير قشطر، امال هم هيكسبوا بره ازاي؟ فده مشروع عظيم اتمنى ان انتوا تتابعوه وتشوفوه. في حاجات بتحصل في البلد ممكن ما تبقاش محل اهتمام للراي العام، بس دور الاعلام ان هو يعمل لك تسليط ضوء على الحاجات دي. انا بكلمك هنا على اكلك يا عم. مفيش بقى يا عم انا هعمل ايه بالطرق، وهعمل ايه بالعاصمه الاداريه وانا هسكن فيها، بكلمك على اكلك وشربك. مش انت عايز كل حاجه اللي هي هاكل ايه واشرب ايه؟ ده اكلك وشربك. ولو التقاوي غليت علينا السعر هيزيد الاكل عندك ايه؟ فالخطوه بصراحه تستحق ان احنا نسلط عليها الضوء في البرنامج. بس نفس توجيهات الرئيس ونفس الحكومه الحلوه دي بيطلع منها حاجات كده يعني. عندنا عجز في المدرسين؟ عندنا عجز في المدرسين. وكنا احتاجنا 36,000 معلم من سنه سنتين لمده 3 شهور، لكن بعد كده الوزاره ما خدتهمش. وهم بيطالبوا السيد وزير التربيه والتعليم باعاده فتح الباب وانهم يشتغلوا تاني. صدر قرار من وزاره التربيه والتعليم بالاستعانه بمعلمين واصحاب مؤهلات عليا للعمل في كمدرس حصه، وايضا كمساعد للمعلم. لحد كده انا قلت عادي، يعني ان انت تفتح ابواب رزق يا عم الناس ماشي. بس لما تقرا بقيه التفاصيل في القرار، لا انا زعلت. وهقول لك اسباب الزعل على الهوا بسرعه. النهارده قرار وزاره التربيه والتعليم بيقول ان اجر الحصه لهذا المدرس اللي احنا هنستعين بيه هو 20 جنيه. اجر الحصه 20 جنيه، يعني هشغله في الساعه ب 20 جنيه. المدرس ده او المؤهل الجامعي اللي انا هستعين بيه ما يزيدش شغله عن 24 حصه في الاسبوع، والاسبوع 5 ايام، يبقى هيشتغل متوسط 5 حصص في اليوم. في 20 جنيه 100 جنيه، يعني انت جايب واحد مصحيه من 7 الصبح ولا 6 الصبح عشان يروح المدرسة ويقعد حصة اولى ولا حصة 6 ولا 7 ولا الكلام ده، يخلص على الساعة 2 3 وهو ماشي بتديله 100 جنيه. هو ركب لك مواصلات رايح جاي ب 30 جنيه، وكل سندوتشين وشرب كوباية شاي، ال 100 جنيه خلصت. هل ده يجوز؟ ده في كمان حاجة، القرار الوزاري طالع ألا يزيد إجمالي ما يتقاضاه هذا الشخص، صعب أسميه معلم أو مدرس، عن 480 جنيه في الأسبوع. يعني حتى مش مطلقة، لا، أوعى يزيد. لو 485 بص هنستناك على باب المدرسة. طيب سؤال بسيط يعني بالعقل، يعني أنا أهلي ربوني وعلموني ودخلوني جامعة والحكومة صرفت عليا في التعليم الجامعي، يعني أنا في الآخر متكلف على أهلي وعلى الحكومة. هل يجوز إن الحكومة تشغلني بعشرين جنيه؟ أنت لا، أنت غير معين، بس الحكومة أو وزارة التربية والتعليم قالت ده مش من ميزانية الدولة، من مصادر أخرى. بعشرين جنيه، عايز أقول بس للسادة المسؤولين سواء في الحكومة أو في وزارة التربية والتعليم، حضرتك وانت برضو يعني كلكم اساتذتنا ولكم بيوت زينا،
لما هتجيب اي عامل بس من الشارع يسلك لك اي حاجه ولا يركب لك جلده حنفيه ولا اي حاجه هياخد له 250 350 جنيه مصنعيته. العامل النهارده يوميته في الغيط 200 جنيه اربع ساعات. ادي الاسعار بقى لو عايز تعرف يعني. اي حد هتجيبه يدخل بيتك يعمل حاجه هو حاطط في جيبه ده ال 250 جنيه. ويحاسبك على المواصلات. او 350 وشامل المواصلات. طب هل يليق بشخص بسند اليه مهمه تربيه اولادنا وتنميه عقولهم اديله 20 جنيه على الحصه؟ هل يجوز؟ ثم ده مصر بلد بتصدر المدرسين للدول العربيه الشقيقه. طب ما انا كدوله عربيه بقى تعال هنا يا مدرس مصري انت بتاخد في الحصه عندي كام مثلا؟ 10 دولار؟ لا 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 ده بلدك بتشغلك بدولار ولا دولار وربع مثلا. هل ده يجوز؟ طب ازاي وانا ببني دوله وانا ببني جمهوريه جديده ازاي ولادنا نأتمن العمليات التعليميه انهم يتلقوا تعليم اللي بيدرسه له بياخد 20 جنيه في الحصه؟ يعني هياخد مبلغ اقل من ثمن السندوتش اللي الولد هياكله في المدرسه وهيطلعه. يا اخوانا لا يليق. ده اهانه للتعليم، للمدرسه، للتدريس، للمنهج، للتلميذ. باي صوره من الصور انا بدعو السيد رئيس الوزراء بحث هذا القرار اما بزياده القيمه الماليه او ما اعرفش بقى تلغوا القرار. لكن يعني مش يعني بلاش إيه الحكومة بتبقى عاملة حاجات حلوة قوي. أبص يعني زي بادي أهو بالمشروع القومي للبذور، حاجة عظيمة بالمناسبة. أي فعل عظيم بيتم في البلد دي الواحد بيجي يحييه. بس وأنتوا بتعملوا الحاجات الحلوة دي ما ينفعش تيجي تقول لي أنا هطبق هكرمش 20 جنيه من ايدي واحطها في جيب الشخص ده، ده مش مدرس. يعني انت مطلع عينه طول الاسبوع وزعلان انه هياخد 480 جنيه، على الاقل يزيد عن 480 جنيه؟ لا طبعا. لا يليق لا بالمدرس المصري ولا بان يكون التعليم المصري مشروعا قوميا. ازاي احنا انا طلعت في هذا البرنامج وقلت لهم قلت للناس على الهواء تطوير التعليم مهمة أمن قوم مصر، وعلينا نكون نساند التجربة بتاعة الدكتور طارق شوقي، لأن الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية بيدعم هذا التطوير. بس ما ينفعش من ناحية تانية ألاقيك بتكرمش إيدك في 20 جنيه وبتديها لواحد يملى حصة. لا. وبعدين مثلا من ضمن القرارات إيه اللي هي القرار عشان يطبق، ألا يكون لهذا الشخص، أنا ما بسموهوش مدرس، لا يكون له درجة قرابة حتى الدرجة الثالثة في المدرسة اللي بيدرس فيها. يعني انت المفروض مشغلني مساعد مدرس، هروح كمان يعني مثلا الواد ابن اختي في المدرسة مثلا. ايه يعني هيعمل ايه يعني؟ هنعمل ايه؟ اذا انت منعني احط امتحان او اراقب او اعمل. يعني حتى بس يبدو القرار، فانا ارجو سحب هذا القرار، ارجو. يعني اقل وصف اقول لا يليق. بتعملوا حاجات حلوة قوي قوي والله. يتسقف لها. لسه قاعد مع فريق الاعداد بقول لهم عايزين نعمل حلقه عن تاريخ العشوائيات في مصر وازاي الدوله المصريه نجحت في ازاله البؤر العشوائيه في بلدي. ده كان حلم عند المصريين. فينفع؟ لا ما ينفعش نعمل كده. لكن وانت بتتكلم على المدرس اللي بياخد 20 جنيه لازم تعرف ان في استاذه جامعيه بكليه العلوم بجامعه قناه السويس اسمها دكتوره منال مكاوي. صدر ليها قرار، هي أستاذة يعني خدت ماجستير وخدت دكتوراه وعملت أبحاث عشان تبقى أستاذ مساعد وعملت أبحاث للترقي عشان تبقى أستاذ، يعني طلع عينها. عمرها في المتوسط فوق الخمسين، طلعت 30 سنة من عمرها للعمليات التعليمية. أستاذة جامعية. صدر لها قرار انها تتولى رئاسة قسم. رئاسة قسم ايه؟
الجيولوجيا. طيب الست قعدت الأستاذة الفاضلة لقت آخر الشهر بيدوها 85 جنيه للدقة 110 وبعد خصم الضرائب عملوهم 85 جنيه. فكتبت بوست على صفحتها بتقول أنا استقلت النهاردة وعايز أقول لم يمارس ضد تعنت ولا أي حاجة، بس هي باختصار شديد جدا أسرتي وبيتي الصغير زوجي وأولادي أولى بيا بقى، لكن أنتوا عايزيني أفحت ورئيس القسم وناهد في ده وصالح ده على ده، وده هي كاتبه على صفحتها بتقول وانا كمان بستخدم التليفون المحمول وبنتكلم بالساعات مع الاساتذه الزملاء وبيبقى مشاكل ومين اللي هياخد الكتب ومين اللي هياخد المحاضره دي والمحاضره، وتقعد تسوي ناس وترجع بالليل مهدوده بعد ما تجهز العشاء ولا الغداء لاسرتها، هتجيلها تليفونات من زمايلها دي رئيس القسم من اول معيد لحد استاذ عشان في الاخر تديها 85 جنيه، وده لا يليق زي ما لا يليق بالمدرس اديله 20 جنيه. هل انا بطالع اباقشش على الناس من جيبي؟ حاشا العفو، بس انا برجو من الساد رئيس الوزراء وهو قاعد مع الاستاذ الدكتور محمد معيد يعملوا نظره لاساتذه الجامعات. يعني ما ينفعش يا اخوانا، ما ينفعش ما ينفعش يبقى استاذ جامعي انت معينه رئيس قسم 85 جنيه ما يجيبش ربع كيلو كفته عند الحاتم. يعني الست المحترمه دي في نهايه الشهر واخده ال 85 جنيه هتروح بيتها بايه؟ يعني والله ما تجيب تلت كيلو كفته مثلا. يعني يا اخوانا عيب 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 يا اخوانا الكلام ده، يعني لا يليق. انا عندي كام رئيس قسم في الجامعات المصريه؟ طب ما الجامعات المصريه عندها موارد، ما الجامعات المصريه بتعمل اعلانات في الجرايد بشوفها بعيني وانت بتشوفها بعينك. شوفوا الصفحات اللي بتنزل في الجرايد، ومش عايز زمايلي رؤساء التحرير يزعلوا مني او رؤساء مجالس الاداره. طب اخويا بدل ما تعمل صفحه اعمل نص صفحه، وخدوا النص صفحة شوف رؤساء القسم زودهم يا راجل، خلي رئيس القسم عندك معزز مكرم. ازاي هو يقف ويبقى قدامه طالب ولا معيد ولا الكلام ده وهو انت اخر الشهر هو عارف ان انت بتطبق ايدك في 85 جنيه؟ يعني لا يليق لا يليق بصراحة. الاستاذ الدكتور الفاضل رئيس جامعة قناة السويس الدكتور احمد زكي علق على الخبر وعلق على المنشور اللي كتبته الأستاذة الفاضلة منى المكاوي وقال أنها استقالت بكامل إرادتها. لا، هذا الرد مع احترامي للأستاذ الفاضل أحمد زكي مش ده الرد اللي أنا كنت متوقعه. عايز أقول لك يا دكتور أحمد زكي، وأنا لم أشرف بلقاء حضرتك أو معرفتك أو تواصلت معك، إن مش ده الرد اللي أنا عايزه من حضرتك. لا، انت قبل حضرتك ما تبقى رئيس جامعة انت استاذ جامعي، يعني انت حاسس بالاهات بتاعة الاساتذة دول، انت حضرتك عضو المجلس الاعلى للجامعات، بتقابل وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، تطرح القضية دي في المجلس القادم. القرار اهو ده قرار التعيين على الشاشة، يبقى الاستاذ الفاضل احمد زكي رئيس جامع قناه السويس يحط في جدول اعمال المجلس الاعلى للجامعات المره القادمه يلوم انا عندي استاذه فاضله انفقت 30 سنه من عمرها في التعليم وبتعلم ابنائنا عشان يطلع ابناء كويسين نابهين يتولوا مناصب عليا في الدوله، استقالت عشان بنديها 85 جنيه، وانا النهارده كرئيس جامع قناه السويس بطرح الموضوع ده على المجلس وبطالب ان السيد المحترم وزير التعليم العالي يطلب من الحكومة زيادة دخول ومرتبات رؤساء الاقسام بالجامعات. مش هفتح على الحكومة واقول لها اساتذة الجامعة في المطلق،
هو ده دورك يا دكتور احمد رئيس جامع قناه السويس، مش ان انت تقول لا ده هي ما حدش. طب ما هي الست كتبت قالت ما حدش ضغط علي، ما حدش ضغط علي. بس انا بقول لك يعني انا اسف لو انا كنت صديقك وده شرف ليا كنت هقول لك لا، مش ده الرد. الرد تقول انك اسفت لده وسوف تعرض على المجلس الاعلى للجامعات في اجتماع القادم النظر في هذا القرار وزيادة الاساتذة الاجلاء. ما بقولكش على الهواء كله ملايكة، ولا بقولك اساتذة الجامعة لا، فيه وفيه، علشان وفي ناس وبتطبع الكتب وبتاخد فلوس. بص كل ده على عيني وعلى راسي، بس لما اشوف استاذة فاضلة بترفض المنصب علشان عيب بتعتبره اهانة 85 جنيه، يعني انا عايز نظرة الحكومة في تقييم العلم. انا كده معايا اتنين افاضل من السادة الوزراء، وزارة التربية والتعليم بتعلن عن منح 20 جنيه في الحصة، وقرار سابق ربما مر عليه سنوات طويلة بيعطي لرئيس القسم مكافأة شهرية مقدارها 85 جنيه. انا مش عايز اقول على الهوا، ده تصحيح ورقة الاجابة، الاستاذ الجميع وهو بيصححها بياخد عليه ثلاث تعريف، يعني عيب عيب الكلام ده. لا، ينبغي إعادة النظر في كل ده، البحث عن موارد للجامعات، ومش دور وزير التربية والتعليم بالمناسبة اللي هو اللي يحدد أجر الحصة. مش دورك يا دكتور طارق شوقي إن أنت تقعد طب تبقى 30 طب تبقى 20، لا، أنت حضرتك تقول لوزير المالية والسيد المحترم رئيس الوزراء أنا عندي عجز كام ألف مدرس اتصرفوا لي، والمدرس ينبغي يكون حصته كذا بس. لكن لا تسوق لقرار يعني يسحب من تطوير منظومة التعليم كلها. خلوني أطلع فاصل علشان نبلع الكلام اللي قلناه ده، وبعد الفاصل نرجع نتكلم عن الأهلي وسنينه أو الأهلي وموسيماني. مؤخرا أقيمت بطولة الألعاب البارا أولمبية، وحصد عدد من أبطالنا عدد من الميداليات ما بين فضية وبرونزية. احنا حصلنا على 7 ميداليات، 5 فضية 2 برونزية. النهاردة السيد رئيس الجمهورية شمل بعض فيه تكريم أبنائنا المتفوقين، وانت بتقرأ قصص التكريم عدد من أبنائنا الأبطال قال إحنا كنا رايحين معانا التيشيرت بتاعنا ومعانا القلم عشان الرئيس يوقع لنا على التيشيرت لأنها ذكرى لن تتكرر. هنشوف هذا التقرير عن تكريم السيد رئيس الجمهورية لأبطالنا في أبطال البارالمبية. كرم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية اللاعبين واللاعبات والمدربين المحققين لميداليات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020. أولاً البارا تايكوندو، وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من السيد محمود عبد الجواد هارون، السيد هاني علي إبراهيم، اللاعب محمد ياسر محمد أحمد الزيات. ثانياً رفع الأثقال، وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من السيد محمود نبيل محمود فهمي، السيد شعبان يحيى الدسوقي إبراهيم، السيد عماد الدين بهجة محمد حبيب،
السيد شريف حسين أبو الفتوح بكر، السيد عبد المنعم صلاح عبد المنعم فرج، اللاعب شريف عثمان خليفة عثمان، اللاعب محمود محمد صبري عطية، اللاعبة ريحاب أحمد رضوان محمد أحمد، اللاعبة فاطمة عمر محمد عمر. وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، اللاعب محمد صبحي شعبان، اللاعب هاني محسن محمد عبد الهادي. بحييكم وبشكركم باسمي باسم كل المصريين، ربنا يوفقكم، وعايزين مزيد من النجاحات ديت والانتصارات ديت. متشكرين. انا من الناس اللي طلبت من حضرتك بصفه خاصه ان احنا بنشوف دول كتير حلوه ونفسنا ان مصر تبقى زيها. انا بعد 5 سنين بقول انه حصل تطوير وتغيير شامل ومنتشر في جميع انحاء الجمهوريه، والمعاقين والبارالمبيكس بصفه خاصه حصل لنا طفره في عصر حضرتك. شكرا لحضرتك جدا. انا متشكر. لا العفو يا فندم، العفو. انتوا بتدوا الامل للناس يا رب. هم ليه بتدوا الامل للناس كلها؟ متشكرين جدا. حد عايز حاجه؟ نعم. منذ خسارة النادي الأهلي للسوبر ومفيش حديث إلا عن هذا الموضوع. ما اقدرش أقول لك يعني هو الحديث الأوحد، بس جمهور الأهلي في أغلبه زعلان غاضب، وربما شعر كابتن محمود الخطيب بذلك، بل أكيد. عشان كده كان قراره العنيف خصم 300,000 جنيه من كل لاعب ومن المدير الفني والفريق المعاون ليه. الاهلي مفروض يعني في هذا الماتش بعد ان تم تطعيمه بنخبة من المحترفين وتم تسكين المراكز اللي كان فيها عجز او مشاكل، وبعد خسارة النادي الاهلي لبطولة الدوري العام، كابتن محمود الخطيب قابلهم وقعد مع اللعيبة. كان في ضغوط على كابتن بيبو انه يوقع جزاءات على اللعيبه لخساره الدوري، بس كانت وجهه نظره ما دول نفس اللعيبه اللي جابوا لنا العشره كمان في كاس افريقيا يعني. ولكل جواد كبوه، وما فيش فريق بيفوز بكل المسابقات كلها، بس تيجي تخسر الدوري ثم تدخل على كاس السوبر وتخسره وانت ايضا عندك كاس مصر، يعني مساله طبعا صعبه يعني. موسيماني في مأزق، ومثلما يعني ما هو متداول ان اذا موسيماني خسر كأس مصر يبقى هيروح جنوب افريقيا، يرجع بلده. طيب هل ينفع نتعامل مع المدرب بقطعة؟ مش احنا عندنا مبادئ في النادي الاهلي؟ هل موسيماني مدير فني كفء في الاساس يعني؟ عنده قراءة جيدة؟ هل دي قماشة اللعيبة اللي عنده؟ هل اللعيبة أصيبت بالتخمة؟ ولا موسيماني مركز على البطولات الدولية عشان اسمه يلمع في الخارج؟ لدرجة إنه هو ساب اللعيبة هي اللي تحدد ضربات الجزاء ومين يشوط ومين ما يشوطش. ما هو مصير موسيماني؟ معايا على التليفون الناقد الرياضي الأستاذ هيثم نبيل. مساء الخير أستاذ هيثم. مساء الفل يا فندم، مساء الفل على حضرتك وعلى جميع المشاهدين. سؤال الساعة، هل سيرحل موسيماني عن تدريب الأهلي إذا خسر كأس مصر؟ والله محدش عارف بقى كوي يعني، محدش عارف النظام هيمشي إزاي أو القرارات هتكون إيه بعد كده، ولكن الراجل محقق كذا بطولة وخسر يا دوبك بطولتين، وبطولتين منهم بطولة مباراة واحدة اللي هي أمام طلائع الجيش، وخسر الدوري بفعل فاعل يعني اللي هو نفسه هو كمدير فني وكلعيبه وكجهاز اداري وفني للنادي الاهلي،
هم اللي خسروا نفسهم الدوري محدش تاني يعني. فمشكلة موسيماني اعتقد انه شخصية النادي الاهلي معاه مش واضحة الوضوح الكامل، بمعنى مش الفريق اللي بينزل يوري اي فريق قدامه ان انا نازل عشان اكسب، هكسب في اي لحظة وباي شكل، زي ما كنا فاكرين الاهلي زمان ان اي فرقة هتلاعب النادي الاهلي هتبقى قلقانة منه لحد اما الحكم يصفر واللعيبة تطلع وتروح وتركب الاسبيت، غير كده هيفضلوا قلقانين. دلوقتي بقى بيحصل العكس، جمهور الاهلي بقى طول المباريات ويمكن المباريات الاخيره اخر 10 مباريات في الدوري جمهور الاهلي كان الاهلي يبقى متقدم ويجي يا اما يتعادل يا اما يخسر في نهايه المباراه او يخسر 2 أو 3 في نهايه المباراه، ودي مكان دي جديده جدا على النادي الاهلي. فهي مشكله موسيماني مع النادي الاهلي تحديدا الى الان هي ان الاهلي فقد هويه، يعني ما بقاش فريق عنده هويه. الهوية اللي هي بتوضح للمنافسين بتوعه ان انا نازل حتى في اي وقت وباي طريقة وباي شكل، دلوقتي ما بقاش بيحصل ده. اولا الفريق بطيء جدا وده تحمله المدير الفني، في بطء رهيب جدا في ادارة اللعبة جوه المباراة لوحدها، يعني ده مفيش شراسة خالص عند لعيبة النادي الاهلي، في بعض اللعيبة ضم مركزها وده شيء خطير جدا في كرة القدم، يعني في لعيب ان شاء الله لو عمل ايه او كذا لعيب هو هيلعب، هو عارف ان هو هيلعب، حتى لما جاله البديل فضل هو برضه في الملعب، فهو الراجل حاسس ان هو انا امان تمام، يعني العمليه عند المغنيه ما فيهاش مشكله. وده في نادي بينافس على بطولات زي النادي الاهلي امر خطير جدا. انا مش عايز احمل موسيماني بس النتيجه دي، لكن انا برضه بحمل لجنه الكوره بتاعه النادي الاهلي، وللاسف الكابتن محمود الخطيب يتحمل جزء من خساره السوبر تحديدا. ليه عمل ايه بقى؟ عمل ايه كابتن محمود الخطيب؟ من وجهه نظر الشخصيه وقد تكون صواب او خطا يعني، ولكن كابتن محمود الخطيب بعد مباراه النادي الاهلي الاخيره في الدوري اجتمع باللاعبين على ارضيه الملعب، على ارضيه الملعب، ويمكن قعد معاهم حوالي ربع ساعه او ثلث ساعه. الكلام اللي اتقال في هذه المقابلة غير صحي، بمعنى انك انت لما تكون خسران بطولة خسرتها بسبب تقصير فني من اللعيبة بتاعتك وجهازها الفني يجب ان تكون اكثر حسم، تكون اكثر شدة، يعني تنزل الملعب يا جماعة هارد لك، احنا خسرنا بطولة حقيقة، احنا خسرنا بطولة وهارد لك، انت فزتوا في بطولات قبل كده ولكن انتوا خسرتوا البطوله بسبب تهاون منكم، وده غير مقبول في النادي الاهلي، وحديثنا هنكمله في النادي، وخلصت المقابله على كده وانتهى الامر، ويروح النادي يبدا يحاسب الجميع على ما حدث، مش وانا في الملعب انا خسران بطوله بايدي واقول للعيبه انتوا كسبتوا بطولات كتير واحنا هنكرمكم. المصيبه الاكبر انه عمل التكريم قبل مباراه السوبر بثلاث ايام او باربع ايام، ده ما ينفعش، ده في اداره مؤسسه كبيره زي النادي الاهلي وفريق كبير زي النادي الاهلي ده غير مقبول، انك انت يعني ابسط حدود العقل ابسط حدود الاداره الجيده انك تستنى الاحتفاليه دي تحصل بعد السوبر، بعد مباراه السوبر، والله لو كان ربنا وفقك وكسبت اديك كسبت، ولو بتحتفل طب بعد اذنك استاذ هيثم، البعض رحب بلقطة وجود الخطيب واجتماعه باللعيبة على أرض الملعب، لأن الفائز كمان كان المنافس القوي للأهلي الزمالك، يعني أنا شفتها مثلا من وجهة نظري تعبير عن الروح الرياضية، إن الرياضة مكسب وخسارة مثلا، عدم تأجيج مشاعر الجماهير يعني مثلا. طبعا لا لا أنا مش معترض خالص على 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 على, على إنه يجتمع باللاعبين في هذا التوقيت، الاعتراض على الكلام اللي اتقال في المقابلة، الكلام كان لازم يكون فيه قوة وحسم وحزم. احنا خسرنا البطولة هارد لك دي رياضة، ولكن التقصير من عندنا، من عند النادي الاهلي، التقصير جاي من عند، ما ينفعش حد بقيمة الكابتن الخطيب، ويعني طبعا الخطيب ده حاجة كبيرة جدا في مصر يعني، فما ينفعش ان هو يقول لهم احنا عارفين ان احنا خسرنا البطولة ازاي ومقدرين الاسباب، لا لا احنا خسرنا البطولة او النادي الاهلي خسر البطولة لانه هو اللي خسر البطولة. طب كلمنا عن المستقبل، شايف ايه؟
المستقبل النادي الاهلي عنده مجموعه من اللاعبين بالاضافات الجديده اللي عملها المفروض انها اختيارات المدير الفني. وبما اننا يعني يقال ان موسيماني لديه خطه او لديه يعني بلان كبيره مستمره لمده سنوات، اذا اللي بيحصل ده هو بدايه ترتيب خطه موسيماني للثلاث او اربع سنين قادمين. واحنا بنقول الكلام ده لازم ناخد في بالنا ان برضه واحنا بنقيم الراجل، الراجل ده دلوقتي اول فتره يقعدها مع الفريق، يعني الراجل ده جه من الدار للنار، جه على قبل بطوله افريقيا، كمل البطوله، كمل الدوري، دخل في بطوله افريقيا الجديده، فما عملش ولا معسكر اعداد نقدر نقول ان هو حط اسلوبه كاملا في للفرقه. فانا من وجهه نظري ان نقطة الفصل والحسم للحكم على موسيماني هي بطولة الدوري القادم وبطولة أفريقيا القادمة، هو ده اللي تقدر تقول عليها هل الخطة أو البلان اللي محطوطة أو اللي أنا جايب موسيماني عشانه هو ده اللي بيحصل ده بدايته، ولا إحنا فكرنا غلط؟ لأن في وقت من الأوقات قد يكون إحنا فكرنا غلط، قد يكون ان احنا حسبنا الحسبه بتاعتنا غلط، الاسلوب اللي بيقعوا معاه سان داونز مثلا ينفع مع سان داونز بس ما ينفعش مع النادي الاهلي، المنافسه في جنوب افريقيا غير المنافسه في مصر. الاهلي غير سان داونز، سان داونز لما يفوز ببطوله افريقيا كل 15 سنه بالنسبه له انجاز، الاهلي لما يخسر بطوله كل سنه بالنسبه له كارثه. فدي حاجات يجب ان يكون إدارة الكورة في النادي الأهلي ولجنة التخطيط للنادي الأهلي حاسباها كويس. هل هم حاسبينها كويس ولا لأ؟ معرفش. الشكل العام لحد دلوقتي بيقول لنا طيب بعد إذنك أستاذ هيثم، هل قرأت تعليق كيروش المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني عن مباراة أمس؟ الراجل مستاء بيقول هم دول اللعيبة اللي بيشكلوا قوام المنتخب، تعليقك برضه. لا ده احنا لسه ده احنا عندنا ليه مفاجآت كتير. الراجل ده الراجل داخل على ماتش ليبيا اهو، يعني انا كيروش جاي على حاجات حلوه، يعني الراجل هياخد لعيب بالمنتخب بتاعه نادي الزمالك وهو ما شافهمش. يعني هو هياخد اللعيبه وهو لسه ما شافهمش، يعني هم قالوا له برضه ده الاهلي وهو عارف مين الاهلي، يعني اعتقد ان هو برضه هو راجل عنده 70 سنه فعنده خبره كبيره جدا، فهو اكيد فاهم كويس قوي ان اول مباراه في الموسم دي بيكون اللعيبه لسه ما وصلوش للتوب بتاعهم او التوب فورم بتاعتهم، يعني فهو اكيد يعني طبعا اكيد اصطدم من الاداء اللي شافه في الملعب والبطء الشديد، لان خلي بال حضرتك ان الكوره دلوقتي يعني احنا كنا بنتفرج على ماتشات طول السنه اللي فاتت دي، ورغم ازمه كورونا المباريات فيها قوه رهيبه جدا وسرعه صحيح جدا. الكره اللي احنا بنلعبها دي خلصت من العالم، يعني الكره اللي احنا بنقعد نفكر. طيب خليني اخد منك تصريحات صحفيه، انت ترى ان وضع موسيماني لم يحسم بشكل نهائي حتى هذه اللحظه. انا من رايي ان الحكم الاساسي عليه بعد بطوله الدوري القادمه وبطوله افريقيا، يعني خسارته لا قدر الله لكاس مصر مش فيصل، بالنسبه لي مش فيصل خالص. دعنا ننتظر الناقد الرياضي الكبير أستاذ هيثم نبيل. أيضا زي ما الأهلي احنا قيمنا خسارته وده حدث الناس عمالة تتكلم عليه، خلينا أيضا نحيي فريق طلائع الجيش. نادي طلائع الجيش حصد أول بطولة، مدربه يعني عبد الحميد بسيوني ده يعني لاعب فز، شارك في نهائي البطولة العسكرية ثلاث مرات وحصدها وحقق في الآخر اللي هو عايزه أمام مين؟ الأهلي، عتاولة الأهلي وموسيماني. كل التهنئة لنادي طلائع الجيش، لعيبة وإداريين وفنيين ومجلس إدارة أيضا. تعالوا بقى نخرج من ديلمة الأهلي ونروح لأمريكا ونسأل سؤال، هي أمريكا ممكن تواجه شبح الإفلاس؟ هتيجي تقول لي افلاس ايه؟ ده هي اللي بتطبع الدولار وعندها المكنه وبتروح طرحها في كل دول العالم. يعني الدوله الوحيده اللي بتطبع عمله بتتساوى في كل دول العالم يعني. لكن في قانون امريكي بيعطي للكونجرس قانون
الكونجرس هو اللي بيحدد السقف الائتماني للإدارة الأمريكية. يعني أنت ليكي تستلف في السنة مثلا مليار دولار، الحكومة أو الإدارة الأمريكية استهلكت المبلغ ده، ووزارة وزيرة الخزانة الأمريكية بتناشد الكونجرس بتقول له لو سمحت ارفع لي السقف، وإلا الناس اللي بياخدوا معاشات 50 مليون مواطن أمريكي مش هيلاقوا الفلوس. هذه الأزمة حدثت منذ قرابة 12-13 سنة أيضا، وكانت أمريكا بقى على حافة، يعني مش عايز استخدم تعبير الإفلاس لأن أمريكا ما بتفلس يعني، بس أزمة وصراع بين حزبين كبيرين وإدارة. لكن هو إيه الموضوع؟ وأمريكا واقفة على إيه؟ وهل أمريكا ما عندهاش فلوس ولازم تستلف؟ يعني تعالوا نروح للدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية. مساء الخير دكتور عبد المنعم. مساء النور يا فندم، أهلا بحضرتك. إيه اللي حاصل في أمريكا؟ أزمة الديون الأمريكية دي يعني أزمة مستمرة منذ عام 2001 تقريبا، وهي تعتبر زي نقول كده نقدر نقول إنها قنبلة موقوتة بتهدد أو تهديد شبه دائم لإمبراطورية أمريكا الاقتصادية والسياسية. عشان نعرف يعني إيه أزمة الدين، أمريكا عليها ديون. أولا الولايات المتحدة الأمريكية حجم الناتج المحلي الإجمالي لديها في حدود 21.5 تريليون دولار سنويا. النهاردة الديون الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية تجاوزت 27.8 تريليون دولار. هناك في الولايات المتحدة الأمريكية الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تحدد سقف حجم الدين الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية هو الكونجرس، والكونجرس منذ عامين مثبت السقف أو الحد الأقصى للحصول على الديون برقم محدد اللي هو 28.4 تريليون دولار، لا يزيد هذا الرقم عن ذلك. النهاردة الخزانة العامة الأمريكية لا تستطيع أنها تتحصل على أي اقتراض من الخارج أو أي زيادة في حجم السندات أو إصدار سندات أو أسهم أمريكية عشان تتحصل على مبالغ إلا بعد موافقة الكونجرس الأمريكي. طيب النهاردة الولايات المتحدة الأمريكية بتواجه عجز شديد في إيه؟ إنه عجز المعاملات الجارية الأمريكية، اللي هو ميزان المعاملات الجارية الأمريكية اللي هو بيقيس حجم أو تدفق السلع والخدمات والاستثمارات من وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. الربع الثاني في عام 2021 يعني من إبريل حتى يونيو حقق خسائر أو حقق عجز 190 مليار دولار، يعني ده يمثل حوالي 3.3% من ناتج أمريكا الإجمالي. طيب الربع الأولاني اللي هو من يناير لغاية مارس حقق 185 مليار دولار عجز، فطبعا أصبحت هناك نسبة عجز كبيرة جدا في هذا الموضوع. بالجزء الآخر أنه نتيجة أن ما فيش ارتفاع لهذا السقف، بدأت المؤسسات المالية العالمية زي ستاندرد أند بورز وفيتش أنها تخفض التصنيف الائتماني للدين الأمريكي، بدل ما هو كان بلس اي 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 يعني بلس تريبل اي، لا أصبح تريبل اي أو اي 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 فقط. طبعا هو نزل درجة واحدة، لكن ده أدى إلى أنه الأسهم والمستندات بدأت تنخفض في سوق المعاملات في البورصة. طيب الناتج لو لا قدر الله انه الولايات المتحده او الكونجرس الامريكي او مطالبه بايدن اللي تم طلبها اول امس للكونجرس ان يرفع السقف الائتماني والسقف للدين، لو ما حصلش ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه زي ما حضرتك تفضلت وقلت انه الولايات المتحده الامريكيه لم تستطيع انها تسدد معاشات الضمان الاجتماعي لاكثر من 50 مليون مسن تجاوز سن 60 في الولايات المتحده الامريكيه، انه سعر الفايده ومعدلات الفايدة هتنخفض، يعني معناها زيادة في حجم التضخم وزيادة في الأسعار، أيضا تراجع في أسعار الأسهم والسندات. لكن خلينا نقول أنه لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن الكونجرس الأمريكي هو كل أنا متوقع حالياً. دكتور عبد المنعم السيد أنا بشكرك مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الأزمة هتتحل وأن ده عارف سياسات ضرب تحت الحزام يعني، وزي ما قلت لحضراتكم حصلت من 13 سنة هذه الأزمة وبتتحل دايما. لكن واحنا في أمريكا لازم نتكلم على تجدد الأزمة تاني.
أزمة لن تنتهي، أزمة هتبقى فاصلة، أزمة هتحدد وضع وعلاقة دول الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبا الرئيسية مع الولايات المتحدة الأمريكية. نرجع تاني لأزمة الغواصات. النهاردة فرنسا بتعلن الشركة المنتجة للغواصات، ودي شركة أكبر مساهم فيها الحكومة الفرنسية، قالت احنا هنقدم لأستراليا التكلفة اللي احنا تحملناها منذ توقيع الاتفاقية مع أستراليا لإنتاج الغواصات من 2016 لحد النهاردة، ادفع يا أستراليا. اللي هو فرنسا ناوية تاخد أستراليا وتروح المحكمة. يلا بقى ونجيب اتنين محضرين ونقعد ونشوف حقك وحقي. أمريكا عاملة حلف أو تحالف مع أستراليا ومع بريطانيا، وعملت كمان حاجة ألحن يعني، راحت مدخلة بريطانيا في مسألة تصنيع الغواصات وهتديها لأستراليا، وأستراليا طلبت من بريطانيا على بال أمريكا ما تنتج لها الغواصات اللي هتشتغل بالطاقة النووية تدي لها كم غواصة تمشي نفسها بيهم البحرية الأسترالية. طبعا الدنيا كده خلاص دخلت في بعض يعني، وفرنسا على موقفها في مشاكل حقيقية وكبيرة. تعالوا نروح للدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير دكتور بشير. مساء الخير على حضرتك يا أستاذ محمد وعلى مشاهديك الكرام حيثما وجدوا. ماذا ستفعل حكومة أستراليا عندما تتلقى من شركة الغواصات الفرنسية التي تساهم فيها الحكومة الفرنسية بأكبر نسبة قائمة بالخسائر المالية اللي تحملتها الشركة؟ هل أستراليا هتدفع ولا هتقول إيه؟ اسمح لي في البداية أستاذ محمد نميز للسادة المشاهدين الكرام في عجالة ما بين غواصات تعمل بالوقود النووي وغواصات نووية تستخدم الأسلحة النووية. طرق نقل الأسلحة النووية واستخدامها في العالم كديليفري سيستم، القنابل النووية بتستخدم إما من خلال طائرات قاذفة أو صواريخ باليستية تحمل رؤوس نووية أو غواصات تحمل صواريخ نووية. الغواصات اللي بتحمل رؤوس نووية ليست متاحة إلا للولايات المتحدة الأمريكية ولبريطانيا ولفرنسا ولروسيا، لكن باقي دول العالم ليس لديها هذه التكنولوجيا، والدول التي تمتلك هذه التكنولوجيا ليست مستعدة لتصدير هذه التكنولوجيا لأطراف أخرى. لكن الغواصات الأخرى غير النووية منها نوعان، نوع يعمل بوقود الديزل وهذا هو غالبية الغواصات، وكانت الصفقة الفرنسية الأسترالية من هذه النوعية غواصات تعمل بالديزل، بينما الغواصات الأخرى التي تعمل بالوقود النووي هي الغواصات الأمريكية البريطانية الجديدة، هي تستخدم الطاقة النووية كوقود لتشغيل الغواصة، لكن ليس معنى ذلك أن الغواصة محملة بصواريخ نووية تستخدم في عمليات هجومية. نعم. وهذا فارق مهم. لكن ما معنى غواصة تعمل بالوقود النووي في عجالة؟ أنها ستكون أسرع، أكثر مرونة، لديها قدرة على المناورة. هذا هو الشرح الفني، أنا بتكلم بقى على الأزمة. يعني ده كان توضيح فقط للمشاهدين، لأن وجدت بعض الناس بتخلط ما بين غواصة تعمل بالوقود النووي وغواصة مزودة بأسلحة نووية، فعايزين نأكد أن دي غواصات تعمل بالوقود النووي. أحسنت دكتور بشير. الأسلحة النووية. أحسنت دكتور بشير، بس أنا عاوز أعرف أستوضح من حضرتك يعني نعم. احنا رايحين على فين بقى؟ الأزمة كل يوم عمالة تتفاقم، لكن الأزمة على عكس ما يتوقع كثيرون هي إلى أفول وإلى احتواء. إزاي؟ إنه الاتصالات التي جرت ما بين الرئيس الفرنسي ونظيره الأمريكي ولقاء وزير الخارجية الفرنسي ونظيره الأمريكي ومحاولة إصدار الجانب الأسترالي تصريحات طمأنة بعكس التصريحات الاستفزازية السابقة التي كانت تقول بأن الغواصات الفرنسية أقل حداثة وأقل كفاءة، الآن هناك اتجاه للاحتواء لتوحيد الجبهات في مواجهة الصين، ومن ثم أتوقع أن تقوم أستراليا بتسديد المبالغ التي ستحددها الدولة الفرنسية والتي تقدر الخسائر التي ستتكبدها شركة نافال المنتجة لهذه الغواصات والتي تسهم الحكومة الفرنسية بنسبة كبيرة في أسهمها. سواء سيتم خصم هذه الأموال
من صفقة الغواصات الأمريكية البريطانية البديلة أو أن تتكبد أستراليا كلفة هذه الخسائر بغرض احتواء الأزمة مع فرنسا، لا سيما وأن الرئيس ماكرون مدعوم داخليا وأوروبيا في مواجهة هذا الموقف الأسترالي البريطاني الأمريكي، والولايات المتحدة بحاجة إلى حشد الطاقات والجبهات في مواجهة التهديد الصيني المتصاعد. لذلك لا يريد الرئيس بايدن تصدعات أو تشققات في جبهة غربية واسعة وعريضة يشكلها في مواجهة الصين. الآن الرئيس بايدن يتحرك في اتجاهات ثلاث، هناك ما يسمى بتحالف الديمقراطيات العالمي في مواجهة الصين وروسيا، هناك هذه المبادرة الثلاثية الأخيرة التي تمت بين فرنسا وبريطانيا وبين بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة، وهناك أيضا مبادرة لضم الهند وكوريا الجنوبية واليابان في محاولة لتطويق الصين بتحالف غربي من أجل منع صعودها وتهديدها للهيمنة الأمريكية. وبالتالي الأزمة سيتم احتوائها سواء تقاسمت أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا التكلفة أو تكبدت أستراليا وحدها هذه التكلفة على أن يراعى الأمر في أسعار الثماني غواصات التي ستعمل بالوقود النووي والتي ستتحصل عليها أستراليا من كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، إضافة إلى تعويضات أخرى لفرنسا فيما يخص القارة الأفريقية، ما يخص المحيطين الهادي والهندي والدور الفرنسي هناك، علاوة على ملفات أخرى ما بين فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا. أشكرك الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. في موضوع يعني عادة احنا ما بنهتمش، لا نهتم بصحتنا الا لما بنتعب يعني، وان كان المشروع العظيم اللي عملته الدولة المصرية مشروع 100 مليون صحة يعني مهم، وكان كاشف للدولة عن الامراض اللي بتعاني منها المحافظات محافظة محافظة، عندنا دلوقتي خريطة صحية للمواطنين، وده هيهمنا واحنا رايحين نعمل التأمين الصحي الشامل اللي بيطبق حاليا في عدد من المحافظات مرحلته الاولى في 5 محافظات، ثم بعد ذلك كلف رئيس الجمهورية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة باعلان الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كشف عن سرطان الثدي. قرأت عن مشروع مهم جدا صحي ايضا بس ده مخصص للرجال وتحديدا بعد سن 50، وانا بعلنه هنا في البرنامج بنتكلم على هتعمل ايه بعد سن 50. يعني في كشوفات مفروض هتتعمل. مصر بتطلق اكبر حملة طبية لصحة الرجل عن سرطان البروستاتا. وزارة الصحة بتطلق هذه الحملة، الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبتعتبرها هي حملة كبيرة، وانه مثلما جرى الاهتمام بالكشف المبكر عن سرطان الثدي عند السيدات فأيضا أو عند الإناث هيتم الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا عند الرجال. كل رجل بلغ 50 هيروح لمركز صحي هيعمل تحليل لن يستغرق دقيقة ويتم تحديد وضع البروستاتا عنده. لا قدر الله لو في بداية إصابات بسرطان البروستاتا حسب التقرير بيقولك إن سهل جدا علاجه في الفترة الأولى بالأدوية. طبعا للأسف عدد يعني من المصابين بيصلوا إلى حالة متأخرة في هذا المرض. النصيحة اللي بيعلنها التقرير أو الهيئة العامة للرعاية الصحية في مصر هي بتدعو كل الذكور اللي أتموا سن 50 بضرورة الكشف السنوي عن سرطان البروستاتا. أتمنى تكون المعلومة الطبية دي وصلت لحضراتكم. بس هل كل سن 50 لرجل يجيب بروستاتا؟ لا. في كلام بقى علم في الصحة النفسية إن الرجل إذا أتم 50 وابتدى يكبر كده زي حالاتي لأن عديت 50 بيتمتع بمزاج عصبي، بيبقى خلقه ضيق، بيبقى عنده تقلب في المود طوال اليوم، يعني حاجة كده بيبقى زي موده عامل زي المرجيح.
طيب نعمل ايه مع الرجل اللي بيتم الخمسين وهذه الفترة من عمر الرجل هي اللي بتشهد حالات الطلاق؟ يعني الطلاق لا يقع في الاربعينات بالنسبة العالية يعني، بس بيقع في الخمسينات، حتى تتندهش يا راجل ده فات عليك 15 20 25 سنة على الجواز، خلاص بقى خلقه ده. هنا في نصائح من الطب النفسي والاطباء النفسيين بيطالبوا الرجل هنا اللي تجاوز الخمسين يروح الجيم، يتمشى، يمارس رياضة، يقعد في الكافيه مع أصحابه، يخلق لنفسه هوايات جديدة، ودايما هيحتاج دعم نفسي من الأسرة حواليه عشان يعدي هذه المرحلة. ده شكل الخمسين دي مسألة صعبة أوي، الواحد دخلها برجله وما كانش عامل خوانة. خلونا نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل هنطلع دلوقتي، قبل ما نطلع هنروح لتقرير التقرير الداخلية عن دورات للأشقاء السودانيين، تدريب داخل أكاديمية الشرطة. نشوف هذا التقرير ونطلع بعد فاصل. لدى مصر من المنشآت الأمنية التدريبية المطورة والكفاءات البشرية المدربة ما يجعلها قبلة للكوادر الأمنية من الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من الخبرات الأمنية المصرية لإثقال مهاراتهم في كافة مجالات العمل الأمني في بلادهم. من هذا المنطلق استضافت وزارة الداخلية 103 ضابطا وفردا من عناصر الشرطة السودانية في إطار التعاون التدريبي الأمني بين مصر ودولة السودان الشقيقة. وضعت لهم خطة تدريبية وتثقيفية متكاملة على مدار شهر كامل بالمعهد القومي لتدريب القوات الخاصة. مستوى التدريب كان مستوى محترف بصورة ممتازة جدا جدا، يعني احنا قدرنا يعني نتعلم مهارات كانت فايت علينا بصورة كبيرة. يعني تضمن البرنامج التدريبي ثلاثة مجالات هامة من مجالات العمل الأمني روعي فيها الاحتياج الميداني للجانب السوداني، هي التخطيط وإدارة مسرح العمليات للقتال في المناطق المفتوحة وأعمال البحث الجنائي وحماية الشخصيات الهامة. وشمل البرنامج موضوعات نظرية وتدريبات ميدانية وسيناريوهات عملية مرتبطة بالمجالات التدريبية الثلاثة. أخذنا كميات من التدريبات العالية ووجدنا يعني الاستاف المدرب استاف عالي جدا، وتعامل في قمة الرقي في قمة الذوق، وده شيء يعني ما غريب على الشعب المصري أبدا. أكثر حاجة نحن استفدنا منها وأكثر حاجة كانت مميزة التدريب على الرماية، كان تدريب محترف جدا ابتداء من البدائيات بتاعة التدريب الحد الاحترافية في الرماية والاحترافية في تطبيق قواعد الرماية والتنشين وخلافه. وجاء اجتياز الكوادر الأمنية السودانية للدورات التدريبية الثلاثة معبرا عن استيعابهم للأحجام التدريبية التي تلقوها خلال فترة التدريب النظري والعملي من كفاءات تدريبية أمنية مصرية وداخل المنشآت التدريبية المجهزة بميادين تحاكي الواقع العملي في صعوبتها. مصر تملك إمكانيات هائلة جدا بشرية ومادية وفنية وفي كل المجالات، نحن لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان للإخوة في وزارة الداخلية المصرية كل الجهد البذل في سبيل أنه أبنائنا يطلعوا بهذا المستوى الرائع المسهل. دخلنا تدريبات كافية ومناسبة وبشكل معقول واستفدنا منها استفادة كبيرة، وإن شاء الله بنحاول ننقل هذه التدريبات وكل ما تعلمناه لدولة السودان. ويأتي عقد هذه الدورات التدريبية حرصا من الدولة المصرية على تدعيم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات بخاصة الأمنية منها لتحقيق أفضل معدلات من الأداء الأمني، مستندة إلى المنشآت التدريبية المصرية ذات الجاهزية العالية في عمليات التدريب المختلفة.
أغلبنا بنتعامل مع ماكينات الصراف الآلي، ماكينات الاي تي ام، وكل واحد ليه حساب في بنك، البنك عارف عامل له ماكينات صرف. الماكينات دي تبع ايه؟ تبع البنك اللي انت فاتح فيه حسابك. طب البنك ده مين اللي بيشرف عليه؟ البنك المركزي المصري. ومين اللي بيحط الضوابط والقواعد؟ البنك المركزي المصري. البنك المركزي المصري هو اللي بيقول التحولات بين البنوك مجانا مثلا، هو اللي اجل سداد الاقساط والقروض لمده 6 أشهر عندما بدات جائحه كورونا. فبالتالي البنك المركزي حتى باين من اسمه هو المسيطر على اداء وعمل البنوك، واي بنك ما يقدرش ياخد قرار من تلقاء ذاته. انا بشرح ده ليه؟ لان طلعت اشاعه او شائعه في اليومين اللي فاتوا، وتلاقيها متداوله على الفيسبوك. وزاره الماليه تفرض 5 جنيهات على كل 500 جنيه بتسحبها من مكنة الصراف الآلي. يعني لو أنا ساحب بقى أشوف 1000 جنيه هدفع 10 جنيه، واحسب بقى. طيب بالعقل بقى، بالعقل. ما أنا بقول لك غرابة الشائعة إيه؟ إن حتى اللي طلعها غبي. يعني عارف لو قال لك البنك المركزي أهو ده أقول لك ماشي ماشي، رغم البنك المركزي بيعلم في الحاجات دي. بس البنك المركزي عمره ما هياخد قرار زي ده، مستحيل اساسا. وبعدين 5 جنيه ده تقيله في اي عمليه سحب اساسا. ده في ناس ما بيسحبوش من بنك تاني، من مكنه بنك تاني، عشان ما كانوش يدفعوا فلوس زياده، وبيسحبوا من مكنه البنك اللي فيها حسابه. فتطلع شائعه تقول لك وزاره الماليه طفرت 5 جنيه. وزاره الماليه اساسا ملهاش اي علاقه بالبنوك، ليس ليها سلطه عليها ولا سلطان ولا تقرر ولا تعمل اي حاجه. المسؤول عن كل البنوك في مصر هو البنك المركزي، واللي عمل الشائعه ده ملوش اي علاقه بالعمل المصرفي. يعني شائعه غبيه. الاغبى منها بقى ان حد يشيرها ويصدقها. يعني انا نفسي حتى كل الاخبار المتداوله تقعد تفكر فيها. ما انا قريتها على مواقع التواصل الاجتماعي وابتسمت، يعني قلت ده مين الغبي اللي مطلع القرار ده؟ زي برضه مطلعين شائعه تانية على لسان وزير الاتصالات ان كل واحد هيتلقى مكالمه هيدفع الدقيقه 10 ساخ. يعني يا سلام، يعني حاجات بتطلع كده. هو عايزين يعملوا لك بلبله في البلد وخلاص، لان انت كمواطن هتتضايق تقول ايه ده؟ هو انا هدفع هنا 5 جنيه مفيش حاجه اسمها الكلام ده يا اخوانا. والحكومه تقدم رجل وتاخر رجل يوم ما تفكر تعمل لك سغ زياده، لان الدنيا مش ناقصه. لكن اتمنى نشغل، خلينا بس نبقى نفكر في الحاجات اللي يعني اللي احنا بنتلقاها كده، ما تبقاش ودنك مفتوحه لاي حاجه والنبي. يعني علشان ده بيزعلني، يعني في معلومات بدائيه لازم نبقى عارفينها. يعني وزاره الاوقاف حددت بكره موعد او عنوان خطبه الجمعه. وزارة الأوقاف بتقول تؤيد فكرة الخطبة الموحدة، وبتحطها على الموقع بتاع الوزارة، وكل أئمة الأوقاف في المساجد كلها لازم ياخدوا هذا يعني عنوان الخطبة ويشتغلوا عليه. وزارة الأوقاف بتقول لك في نص، إما تاخده هذا النص أو إن أنت تتكلم من نفسك لو أنت متمكن حول المعنى ده. وبتشترط ان الخطبة الاولى والتانية في خطبة الجمعة لا يزيدوا عن 10 دقائق عشان الكورونا. الكلام ده على العين وعلى الراس، رغم ان انا متحفظ على توحيد خطبة الجمعة. يعني اللي ان لاختلاف ثقافات الناس من المدن للقرى للصعيد لوجه بحري، حاجات بهذا الشكل. لكن وزارة الاوقاف حددت بكرة العنوان ايه؟ المواساة في القرآن الكريم. طب ايه المناسبة؟ يعني مثلا ايه الحدث الجلل اللي حصل عندنا ومحتاجين نواسي بعض فيه؟ هل لا قدر الله والعياذ بالله يعني حصل لنا هزة ارضية، زلزال زي 92 مثلا، عشان نواسي بعض ونعمل بعض؟ هل في اي حاجة؟ ليه جبل؟ وانا نشدت قبل كده
الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، قلت له يا ريت يبقى في مجلس كده يحضروا قادة رأي، مفكرين، يعني حد يقترح ويساعد على أنواع خطبة الجمعة. يعني لو هيسألني فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، طب يا خير انت مش عاجبك المواساه في القران الكريم، طب قول لنا انت موضوع، هقول له 100 موضوع. لو انت عايش حضرتك في البلد دي في احد اعضاء الفريق الفني الاداره الفنيه لتدريب المنتخب الوطني، حضر في استوديو قبل ما يطلع هوا بيدردش مع الناس، فقالوا له هل اللاعب الفلان ده هيشترك؟ قال لهم لا. واد من الفنيين اللي حضروا ده خد الكلام وراح زيه، حصلت فتنة. يبقى أنا أقدر أحدد خطبة الجمعة بكرة خطورة الفتنة في المجتمع، دي عاملة فتنة كروية كبيرة أوي. إحنا الموسم ده داخلين على موسم الدراسي، كيف تستعد الأسرة لاستقبال الموسم الدراسي؟ ولا ما تجيديش لنفسك، خلي الأم والأب يبذلوا مجهود يدربوا هم أولادهم. خلينا نطلع حالا عند عشان نشوف كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في قمة نظم الغذاء في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، السيدات والسادة، أود بداية أن أتقدم بخالص الشكر للسيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة على مبادرته بالدعوة لهذه القمة المهمة وحرصه على أن تعقد في موعدها بشكل افتراضي دون تأجيل بالرغم من كافة الصعاب والتحديات التي أصبحنا نواجهها بشكل يومي ارتباطا بالتبعات السلبية لجائحة كورونا. السيدات والسادة، تعقد قمتنا اليوم في خضم لحظة محورية دقيقة يعيشها عالمنا، تتطلب منا بذل المزيد من الجهد للتصدي للتحديات المركبة التي يتعين علينا مواجهتها. ولعلكم تتفقون معي أن تأسيس نظم غذائية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لمجتمعاتنا هي مسألة تأتي على رأس أولوياتنا جميعا، خاصة وأنه في ظل تفاقم ظاهرة تغير المناخ وما تتسبب فيه من ارتفاع في معدلات درجات الحرارة وندرة في المياه وتدهور لجودة التربة وتصحر لمساحات هائلة من الأراضي الزراعية وتبعات ذلك الاقتصادية والاجتماعية وكذلك على الأمن الغذائي، فضلا عن الأوضاع السياسية المعقدة في بعض الأنحاء، فإن خطر المجاعة بات يهدد الكثير من مناطق العالم خاصة في إفريقيا ويتطلب إيجاد حلول سريعة وفعالة لإنقاذ الملايين من البشر غالبيتهم من النساء والأطفال من هذا التهديد الوجودي الذي يحد من قدرة الدول والحكومات على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بكافة مشتملاتها. ومن هنا فلقد أدركت مصر منذ وقت مبكر ما تمثل هذه القمة من فرصة مواتية لطرح أفكار وحلول لتلك التحديات، فضلا عن الدور الذي يمكن أن تطلع به في تعزيز التعاون الدولي وحجز التمويل اللازم في هذا الصدد، وعليه فقد سارعت مصر بالقيام بدورها في إطار العملية التحضيرية للقمة وطنيا وإقليميا. فعلى المستوى الوطني دشنت مصر حوارا وطنيا شاملا منذ ديسمبر 2020 ضم كافة المؤسسات الحكومية المعنية وممثلي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائي صحي ومستدام. كما انضمت مصر إلى تحالف التغذية المدرسية اقتناعا منها بأهمية توفير غذاء صحي للطالبات والطلاب،
ومن حرية مساهمة الشراكات الدولية في تحقيق هذا الهدف، حيث باتت مصر إحدى أكبر الدول تنفيذاً لهذا البرنامج في المنطقة. أما على المستوى الإقليمي، انخرطت مصر في صياغة موقف إفريقي موحد خلال القمة يعكس أولويات شعوب القارة وخصوصية تحدياتها ذات الصلة بالأمن الغذائي، ونعتزم استمرار العمل مع أشقائنا الأفارقة لمواجهة هذه التحديات، سعيا للإسراع في تنفيذ أجندة الاتحاد الإفريقي 2063. السيدات والسادة، إنني لعلى ثقة أن ما ستشهد قمتنا من مداولات ونقاشات ثرية ستساهم في دعم عملنا تجاه تحقيق الأمن الغذائي لمواطنينا وفي ترسيخ الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية للشعوب. ومن ثم في تقديري أن نجاحنا اليوم مرهون بمدى قدرتنا على الخروج بنتائج تساهم في صياغة نظام غذائي مستدام وطموح قابل للتنفيذ، يراعي خصوصيات كل دولة وأولوياتها دون فرض رؤية أو نماذج محددة، وتوفير الدعم المطلوب عبر تطوير آليات تمويلية خلاقة وتعاون دولي فعال يجمع الدول بأطراف المنظومة الأممية وشركاء التنمية، مع وضع آليات متابعة فعالة ومرنة وطنيا ودوليا تساهم في تحقيق أهدافنا المنشودة وتطلعاتنا المشروعة لتلبية احتياجات شعوبنا جميعا. وشكرا. دي كلمة السيد رئيس الجمهورية في الجمعية العامة أو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي كلمة طبعا بتنقل من مصر لهناك بفعل الكورونا في قمة عملها منظمة الأمم المتحدة عن الغذاء في العالم، لأن الفترة دي عندنا مشاكل فيما يتعلق بالغذاء العالمي، وده اللي أشار إليه السيد رئيس الجمهورية. عندنا مشكلة تغير مناخي، في قلة أمطار، في زيادة مساحات التصحر، في الجفاف، في سيطرة دول على بعض المحاصيل تحكمها فيها، في تحكم في بورصات عالمية، في مجاعات في بعض المناطق. الرئيس السيسي بيشير إلى أن المجاعات والتصحر وتغيير المناخ بيصيب يعني أكبر قارة هتتأثر هي قارة أفريقيا، وبصفة أن مصر دولة إفريقية فهو بيضرب جرس إنذار، ثم بيفتخر بأن الدولة المصرية عملت دور مهم على المستوى المحلي والإقليمي. طبعا على المستوى المحلي عمل إيه؟ قال جبنا المؤسسات الخاصة، جبنا أعضاء الحكومة، قعدنا مع بعض عايزين نوفر إمدادات الغذاء وسلة الغذاء على مدار العام للمستهلك المصري. اهتمينا بمنظومة جديدة هي الأكبر في الإقليم كله، وهي تغذية أبنائنا الطلبة، وده المشروع اللي رئيس الجمهورية اتكلم عليه منذ عدة أسابيع. الرئيس السيسي اتكلم في كلمته أيضا على أهمية الأمن الغذائي، وربما ده اللي ذكر حضراتكم بالبداية اللي اتكلمت عليها على المشروع القومي اللي الرئيس حط بذرته في 2019 لإنتاج التقاوي بدلا من استيرادها من الخارج. كلمة قصيرة لكن بتقول مصر شايفة التغيرات المناخية وتأثيرها على الغذاء في العالم ازاي، وان مصر مستعدة لمواجهة مثل هذه المخاطر، لكن مصر على لسان رئيسها بتقول للعالم انتبه. هطلع فاصل اخير، وبعد الفاصل نكمل بقية فقراتنا، وايضا يبقى هناك وقت متاح لفقرة هموم الناس.
بجدد التحية لحضراتكم. ده موعد فقرتكم، فقرة هموم الناس، تليفونات الفقرة على الشاشة، ونبدأ نتلقى اتصالات حضراتكم. أول اتصال تليفوني علاء الشرقية. ألو، مساء الخير يا محمد. مساء النور يا حبيبي. تحياتي لحضرتك وكل مشاهدينا الكرام. أولا يا محمد، أنا ببعت استغاثة وعارف أنها هتلقى اهتمام كبير من وزارة الداخلية كونها بتستجيب في برنامج المصر أفندي. في سجل مدني منشأة أبو عمر مركز الحسنية محافظة الشرقية، رحت أعمل بطاقة لابن أختي عنده 18 سنة. قال لك المفروض أن هو يدفع غرامة 100 جنيه، اشتريت استمارة. صحيح، لأنه لازم تتعمل البطاقة أول ما يتم 16 سنة. تمام يا فندم. فاول قالوا لي غرامه 100 جنيه، قلت ما فيش مشكله، الراجل قطع لي الوصل واداني الغرامه 100 جنيه واشتريت استماره ب 45 جنيه. فطلب مني قال لي في محضر ب 280 جنيه. قلت له ايه المحضر ده؟ هل في ايصال بيه او هل في مستند بيه؟ قال لي لا، محضر ب 200 جنيه 280 جنيه. فمن هنا لهنا قال لي لا خلاص هات 200 جنيه، يبقى انا شاري استماره ب 45 جنيه ودافع غرامه 100 جنيه ومحضر ب 200 جنيه، يبقى دخلت في 350 جنيه عشان اعمل بطاقه. فهل المحضر ده قانوني؟ انا ببعت الموضوع ده لوزاره الداخليه، وخاصه ان عندنا مركز منشئه ابو عمر التابع لمركز الحسنيه، سجل مدني الحسنيه وسجل مدني منشئه ابو عمر، المعامله غير ادميه بالمره، المعامله غير ادميه بالمره. يبقى نبعت الشكوى اهو لوزاره الشكوى الثانيه برضو للسيد وزير الداخليه والسيد مدير امن الشرعيه اللي هو المحترم محمد ديوالي. طريق الحسنيه فوز يا فندم، ده طريق فيه انشاءات، والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفضل بموضوع حياه كريمه لمركز الحسنيه كله، لكن طريق الحسنيه لما تيجي من الحسنيه لحد بحر البار في انشاءات وفي كل حاجه، مفيش عليه قطط مروريه ولا في حتى عليه فرد مرور. ان شاء الله شكواك توصل للساده المسؤولين في وزاره الداخليه، واثق في سرعه الاستجابه. حسام القاهره. حسام اتفضل يا حسام. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء النور يا حبيبي. احنا حضرتك 1700 اسره مقيمه في مجمع ابراج تيجان السكني في زهراء المعادي في القاهره. احنا مشكلتنا تترخص في المطور العقاري الذي قام او الذي يملك هذا المجمع، بالتواطؤ مع المسؤولين بالمحليات المنوط بهم الرقابه على هذا المطور. عملي هو نفذ المشروع، الا انه فجاه ترك المشروع وساب مكونات كثيره من المشروع لم تنفذ، ومنها اهم حاجه محطه طرمبات الرفع، لان المشروع ده مقام على منطقه مرتفعه وبالتالي لازم المايه تترفع له عشان تطلع له. حتى طرمبات الرفع دي المفروض انهم يكونوا محطتين، محطه واحده مقامه وكل شويه بتعطل. رحت اشتكيت فين واتقال لك ايه؟ تقدمنا حضرتك لحي البساتين المختص ومحافظ القاهره ووزير التنميه المحليه، مش حد خالص اخذ اي اجراء، سواء شبكه حريق لا تستكمل، سواء مخالفات في قانون البناء، تعديات على خطوط التنظيم والمنافع العمومية. لما رحت اشتكيت اتقال لك ايه؟ ولا حاجة خالص. حاضر ان شاء الله هنشوف الموضوع، مفيش حاجة للأسف الشديد. طيب تبعت شكواك لمين؟ حضرتك توصل صوتنا للسيد رئيس مجلس الوزراء، لان احنا تعبنا خالص مع اجهزة المحليات التي لا تفعل اي شيء، رغم انها الشكوى على الهواء للمحترم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. هروح لعلاء قفر الشيخ. ايوه يا فندم، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مع حضرتك الدكتور علاء صبح، مدينه ديره، محافظه كفر الشيخ. اهلا بك. اهلا بك يا فندم. حضرتك الشكوى بتاعتي تتلخص في ثلاثه. انا عندي مسجد سيدي سالم البيلي ابو غنام بمدينه ديره محافظه كفر الشيخ، وهي من اقدم واعرق مراكز محافظه كفر الشيخ. حضرتك المسجد ده يرجع انشاؤه من حوالي 743 عام. دخل وزارة الآثار كأثر إسلامي من الآثار الإسلامية الهامة الموجودة في مصر عام 2001. ومنذ ذلك التاريخ، منذ عام 2001 وإحنا النهاردة في 2021 والمسجد حائر ما بين الآثار وما بين الأواف. المسجد على الطراز المعماري الفريد من الداخل، تشبه اروقته مع الفرق الكبير طبعا، يعني يعتبر فرق بسيط. انت طلبك ايه؟ طلبك ايه يا دكتور علاء؟ انا جاي لك يا فندم. يشبه الازهر الشريف، والقبه قبه اثريه، والمبنى مبنى اثري، ومن حبقالنا حوالي 20 سنه او اكثر، ونسمع كلام ان الاثار هتبدا ترمم،
ان الاثار هتبدا تشتغل، ان الاعتماد المالي من الاوقاف عشان الاثار تبدا تشتغل. هل المسجد بتقام فيه صلوات؟ ايوه الصلوات موجوده، يعني احنا سمعنا في موقع وزير الاوقاف من حوالي 10 15 يوم ان هو نزل خطه 21 22 خطه الترميم مع الترميم مع 7 ومع 78 مسجد، يبقى هو 78 مسجد احلال وتجديد، وهو المسجد رقم 79 الوحيد اللي هيترمم، وما زال لحد الان اقامه الصلوات موجوده. طيب المشكله دلوقتي تقيها ما بين الاثار والاوقاف. ايوه، فانا عايز اي مسؤول يبدا يعمل لي اي تصريح، سواء وزير الاوقاف او وزير الاثار او السيد محافظ كفر الشيخ مشكورا، احنا كل همومنا ان احنا بنحط ايدينا على الجرح للمسؤول، لا بنثير بلبله ولا بنثير فتنه ولا حق. احنا بنساعد المسؤول يا فندم. اتمنى استجابه سريعه من الساده المسؤولين في وزاره الاوقاف او وزاره الاثار. هروح لعزه القاهره، اتفضلي عزه. لا اقفل التلفزيون والنبي يا عزه، او نلغي المداخله. لا لا حاضر، ثواني هوطي خالص. حاضر ثواني. لا لا معك. دكتور محمد انا اشكرك جدا 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 على القناه ديت وعلى البرنامج ده، بصراحه لو بايدي اديك الاوسكار، دي شباك ومنفذ لهموم الناس فعلا، ربنا يبارك فيك ويعلم ميزان حسنات. الحاجه اللي عايزه اقولها، عايزه اقدم شكري للريس. انا مش مصدقه نفسي، مش مصدقه ان احنا في بلد لها ريس بيسمع هموم الناس وبيستجيب في الحال. انا دخلت قبل كده في مداخله لحضرتك اشتكي باسم 1400 مالك عشان كومباوند في العاصمه اللي هو ذا سيتي. ثاني يوم حضرتك مش هقول لك ان ثاني يوم كانت الاوامر من الريس ان تحل المشاكل. وفي الحال الحديد وصل، ومش مشكلتنا بس، جميع الكومباوند المتعثرات. السوق العقاري كله ظبطه. انا مش قادره اصدق احنا لنا ريس ربنا يبارك فيه، انا بسميه يوسف مصر. فعلا ده حول مصر 180 درجه. انا كده بتطمنيني ان رئاسه الجمهوريه بتتابع المصرف فنده. بيتابع. لا حضرتك ثاني يوم رئاسه الجمهوريه والامن العام اتصل بيا وقال لي احنا سمعنا المداخله، لا احنا عندنا رئيس ما حصلش. انا بحمد ربنا ان احنا مصريين. وهذا صوت احد رعاياه بتبعت شكر للسيد رئيس الجمهوريه على الهواء من المصري افندي. وانا بشكر اي مسؤول بالمناسبه يستمع الى شكوى ويعمل على حلها على طول. ونافذه هموم الناس الاصل فيها انها تقرب ما بين المواطن وهمومه والمسؤول. مين تاني معانا شباب؟ علاء المنوفيه. المنوفيه تظهر من جديد. يا استاذ محمد مع حضرتك. ازيك يا علاء؟ اشرب كوبايه شاي زوره نبح اهو. قول يا حبيبي. لو سمحت يا فندم انا عندي مشكله. قول على طول المشكله، ما اكيد عندك مشكله، ما انت هتتصل ليه؟ انا ليا اثنين اخواتي عندهم ضمور في العضلات. نعم. عندي اثنين اخواتي عندهم ضمور في العضلات. نعم. دلوقتي عندي حاله ما عادتش بتتحرك خالص، تمام؟ تعبت جريت بها كشف وما فيش اي نتيجه وما فيش حاجه جابت نتيجه في العلاج. الحاله الثانيه يعني لسه يعني شايله نفسها شويه. فروحت لكذا دكتور ماشيين على مجويات وبتاع وما فيش برضه حاجه بتجيب نتيجه. طلباتك ايه علاء؟ في مبادره الرئيس سياده الرئيس للجمهوريه اللي هي بتاعت حقن بتاع ضمور العضلات دي. يبقى الناشد الدكتوره هالة زايد وزيره الصحه مكتبها يتواصل معانا، هندي المكتبه تليفون حضرتك وهي تتواصل معاك وتنقل لها الشكوى، وان شاء الله هيبقى في سرعه استجابه. هنا الجيزه. مها الجيزه، اتفضلي مها. السلام عليكم استاذ محمد، ازيك؟ سلام ورحمه الله. انت اتصلت قبل كده يا مها؟ يا فندم اتصلت عشان موضوع العمليه بتاع اسناني زراعه العظم يا استاذ محمد. نعم. حضرتك انا مشكلتي ما لهاش حل، فانا بناشد سياده الريس. اللي هي ايه المشكله اللي ما لهاش حل؟ انا عندي عمليه، عندي المفروض ان انا ازرع عظم في الفك العلوي والفك السفلي في بقي، والموضوع يعني ايه مشي شويه وبعدين وقف تاني عشان الدعم المالي. فانا بناشد سياده الرئيس ان هو يعملها لي، انا بناشده لان انا لا عارفه اكل ولا اشرب، انا حتى الميه ما بعرفش اشربها. فاستحلفك بالله توصل صوتي لسياده الرئيس يا استاذ محمد. انا لسه بقول اهو الرئاسه بتسمع المصرف فندي، ان شاء الله صوتك يصل الى اذان السيد رئيس الجمهوريه
وان شاء الله باتي مجبورة الخاطر وتتعمل لك العملية بإذن الله تعالى. أم محمد الفيوم. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بكلمك أستاذ محمد بخصوص الإسكان، أنا من محافظة الفيوم. ما كنا ساكنين في عمارة أخذ قرار إزالة رقم 26 ل 2017. والعمارة دي اتهدت واتبنى لهم ثلاث عماير في نفس المكان. السكان كله اتخذوا شقايا ما عدا المحافظ استثنى أول دور في ثلاث محافظات بثلاث عماير المصالح الحاجة العامة. أنا ما خدتش. لحد دلوقتي من 2017 لحد دلوقتي احنا ما تعوضش لا بسكن بديل ولا في مكان. انا عندي ليا ظروف خاصه، انا امي مريضه كانسر وابويا 77 سنه وعايز يديني في مكان خارج الفيوم. طب قلت طب انا ليا شقتي انا موجوده اهي ومقفلين على الفاضي من اربع سنين و12 شقه في دور الارض. رحتي قابلت السيد المحافظ؟ قابلت السيد المحافظ قال لي تاخدي مكان بديل تستنظري، وانا ليا ملف في التفتيش المالي والاداري في محافظه الفيوم وليا ملف في مجلس المدينه في الحالات العامه رقم 80 من 2017 وانا بجري ولحد دلوقتي ما خدتش مكان. يقول لي تصبري معايا. مين يحل المشكله يا ام محمد؟ انا مش عايزه، انا عايزه شقتي اللي اتاخدت مني. انا كنت قاعده لتطويل على شويه طول حياتي قاعده في اوضه اتاخدت وما تعوضتش بغيرها. وانا عندي ظروف مرضيه وكبار السن. وناشد اهو السيد محافظ المنوفيه التواصل معانا وهنديه تليفونك يا ام محمد. محافظ الفيوم وناشد السيد محافظ الفيوم انه يتواصل معانا وهديله تليفونك يا ام محمد. حاضر. اروح لميرفت الاليوبيه. فندم. ايوه معاكي. ايوه يا فندم. انا والدي، انا من معصرة بالازده اهليه. والدي مخطوف بقاله سنتين، هو في سن 90 سنه مختفي سنتين مش قادرين نوصل له. ليا اخ محامي بيتلاعب على القانون وعلى الشرع لان والدي مسجل لنا اراضينا من 10 سنين بيع وشراء. فخطفوه وراح الضبعه مضاه على توكيل عام في الضبعه ومخافيه اختفاء تام. عملنا جميع المحاولات لرؤيه والدي ولم نستطيع الوصول اليه. كل ما نروح ناحيه العالمين ناس يقابلونا عصابات من العرب يغمونا علينا ونوصل هناك في مكان مجهول ويرجع تاني يغمونا علينا وبعدين نرجع تاني بدون اي جدول ان نصل لوالدي. انا ناشد وزير الداخليه ووزير العدل اشوف والدي ونطعن في التوكيل اللي عمله ووالدي 90 سنه حاليا. عمله في الضبعه ووالدي غير بارك لاي شيء حاليا. والدي عاملين صحيح توقيع على الاراضي بيع وشراء بالعدل وبالشرع منذ 10 سنين. توقيع صحيح توقيع حضوري بالمحكمه. اناشد طيب وزير العدل ان شاء الله اي مهزله في التوكيل اللي معمول حاليا في سن ال 90 سنه. حاضر يا ميرفت ان شاء الله تتواصل معك وزاره الداخليه حاجه ويشوفوا هذا الموضوع. وده كده اخر اتصال تليفوني. طيب بيقولوا لي احمد القاهره اخر اتصال تليفوني. اتفضل يا استاذ احمد. احمد طيب المؤكد ان الساده المسؤولين في وزاره الداخليه ان شاء الله هيتواصلوا معنا وياخدوا كل البيانات اللي الناس اللي طلبوا. وناشد ايضا السيد محافظ الفيوم يتواصل معنا ايضا. الاسماء اللي ظهرت معنا هنا. بشكر اي اهتمام حصل من مؤسسه الرئاسه في ملف ال يعني بعض الشركات اللي تعثرت في بعض الكومباوند في العاصمة الإدارية. لكن إن شاء الله حسب ما قالت المواطنة عزة بأن السيد رئيس الجمهورية أو مؤسسة الرئاسة تدخلت وتم حل الأمور. شكرا جزيلا ليكم وبكرة حلقة جديدة إن شاء الله من مصر فندي. سلام عليكم.